بالعين وما شوف. فهمتك خويا. نقدروا نقولوا بلي الحق الوقت والملازم. لا ماذا بينا ما بقاش غنطمحوا طمحه تجيب طمحه وما ندوهاش. لا ماذا بينا الفيكتوار هذه اللي راهي تندر والله قرين طالي راه عند لي جوال هذه ماذا بينا نلحقوا وان شاء الله نعلقوا النجمه ونعلقوا الهلال ونديروا لها صحابه وليكم حوش الريح. انتم علقوا حوش الريح حنا نحلقوا النجمه والهلال وصحابه خويا ان شاء الله. الجزائريه تقريبا نقولوا كاع أقصيه الاتحاد راح يحفظ الوجه الكره الجزائريه. حنا العام ان شاء الله هذا بربي ان شاء الله كيما كاش لارجون عندنا لا قرينطه نجيبوها ان شاء الله راك معايا نجيبوها ان شاء الله. بخصوص التكهنات ان شاء الله البليس كاع راهو لينا حنايا البليس كاع راهو لينا باسكو علاش عندنا لا قرينطه والاتحاد عندنا فيه ثقه ان شاء الله ونكونوا ان شاء الله في حسن المستوى ان شاء الله ان شاء الله. ديديكاسه ديال الواد براقي ولاد مدينه راس الواد برج باريريج ديديكاس ليكم وان شاء الله مربوحه ان شاء الله ونجيبوها لكم تماك ان شاء الله. بخصوص التكهنات النتيجه واش غتشوف فيها؟ والله النتيجه قد ما يعني قد ما تكون ماذا بينا مهم الربحه حنايا ونفرحوا التاهل ان شاء الله للنهائي ونفوزوا بالنجمه ان شاء الله ان شاء الله. يعطيكم الصحه ان شاء الله. ان شاء الله فيها نتيجه وان شاء الله يا ربي يسمى الفوز لينا ندعو ربي ان شاء الله فيها خير ان شاء الله نروحوا كما يقولوا لا فينال. الاتحاد فاز كثير بالالقاب المحليه شويه ان شاء الله يعلق النجمه الافريقيه ان شاء الله فيها خير هذا واش نتمناو. بخصوص التكهنات تاعك نتيجه المباراه ان شاء الله كما يقولوا فيها خير ان شاء الله. النتيجه نتمناو ثلاثه ان شاء الله نتمناوها بثلاثه يا ربي ربي يحفظكم وشكرا. الفرصه للفوز باللقب القاري اتحاد العاصمه عنده مباراه مهمه اليوم خاصه وهذه مباراه نصف نهائي وين مباراه الذهاب كانت النتيجه ايجابيه لاتحاد العاصمه 0-0 المهمه ما راح تكون سهله على الملعب 5 جويليا ولكن بحضور الجماهيري الكبير هذا اللي مالفين به اتحاد العاصمه راح ان شاء الله يديروا نتيجه كبيره ان شاء الله ويتاهلوا للنهائي وهذه فرصه لاتحاد العاصمه باش يدي النجمه الافريقيه رغم انها كاس الكاف مي حنا متفائلين بها وان شاء الله تكون في الخزينه تاع اتحاد العاصمه. اتحاد العاصمه فريق كبير بزاف مخصاته هذه النجمه الافريقيه من الفرق العاصميه الاخرين راهم يقولوا بلي ما عندناش نجمه ان شاء الله هذا هو العام تاعنا وين نبداو نجمه ونفرحوا بها مع الانصار تاعنا. ربي يحفظكم العاصميه ما هذا روكي يدوها ان شاء الله 3-0 3-0 قولهم 3 صح زين 3-0 صح وليدي صعب بينا ما بغيتش نقول لك ماتش صعيب خالتي بصح نتمنى اليسما تربح.